اللي هي ان ان اي واحد مصري مصر تفقد اي مواطن ليها ده شيء محزن وشيء يصع يعني شيء بيهم الوطن كله والوطن يحزن عليه كله واتكلم عن الهجره غير الشرعيه وده ده ووصل في الامور لغايه الاسعار لغايه ما وصل لحكايه ان الجيش يستطيع وكان دي رساله ان الجيش يستطيع ان ليش مصر مش لما طبعا كل ما حد يتكلم يقول لك ايه اللي بيخليه ينزل يعمل يحل المشكله بتاعت اللبن وبيهاجموا هذا الموضوع ليش بيحل مشكله اللبن هو عشان ما فيش حد عايز يتكلم في الزياده السكانيه ومش حدش عايز يتكلم ان احنا بنزيد ثانيه وزي ما قلت امبارح حتى الزملاء حسبوها احنا بنزيد 86 الف بني ادم في ال 24 ساعه كل طلعه نهار بنزيد 86 الف يعني معنى كده ان 86,000 مولود بأم يبقى انت لازم تكون محضر 86,000 علبه لبن عشان غالبا ال 86 نصهم نص هيرضع امه هترضعه والنص الثاني هيعمل يعني انت بتزيد معنى كده انك انت ال 86,000 دولت معناه انك انت تعمل حسابك انك بعد 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 اربع سنين خمس سنين دول كل يوم 86,000 86,000 86,000 طب هنجيب لهم فصول منين؟ ولا نجيب لهم طرق منين؟ وعندما تكلم السيد رئيس الجهاز المركزي للاحصاء والاحصاء على 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 هذا الموضوع السيد نائب وزير الصحه ما اعرفش الدكتوره الحقيقه مش فاكر اسم حضرتها انما بتتكلم بتقول لا ما الزياده السكانيه ما ما يصحش نقول انها كارثه. طب سميها يا دكتوره اي حاجه انت انما انت قولي لنا الحل ايه؟ ما هو ده موضوع بيبين ان في قصور فيما يخص مساله الـ 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 ما هو ده جزء من فروع الصحة وكان تبع الصحة ما اعرفش تبع مين اللي هي فكرة وزارة الصحة والسكان إن كان زمان ما اعرفش دلوقتي السكان دي بقت مع مين انما فكرة النهاردة تحديد النسل او, أو, أو, أو مش تحديد النسل لتنظيم النسل وفكرة الاسرة وفكرة التوعية ما هي دي جزء منها طبي وجزء ديني هل الجزء الطبي اتعمل؟ هل في حد بقى عندنا برامج توعية بتعملها وزارة الصحة عشان تقول للست أنت لما تبقي زي الأرنبة عمالة تخليه في كل سنة ما أنت شال في دماغك ما انت مش هاجي لك كساح مش هتقدري مش هتقدري تربي ولادك دول كلهم لما هتخلفي تمانية مش هتقدري تعيشي التمانية دول في اي حاجه ولا هتقدري تعلميهم ولا هتعلموا حد صنعه حد يقول ده ما ده جزء من بتاع وزاره الصحه طلع هي بس بنزايد اصل ما تعلش كارثه وما يصحش نقول لاهالينا ان التنميه البشريه كارثه نعم ما هو الرسول قال اباهي بيكم الامم هيباهي الامم بالفقراء يا دكتوره هيباهي الأمم بالناس اللي اللي مش عارفين أي حاجة، هيباهي الأمم بالناس اللي هي بتعتبر بتلتهم أي تنمية، ما يعني ما مش عايزين كل حاجة نزايد فيها، أنا بتكلم اللي هي السيد نائب وزير الصحة اللي طالعة بتهاجم السيد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء عشان بيقول الزيادة السكنية كما هي فعلاً دي مش كارثة، دي عاملة زي ما يكون غول بيبلع أي حاجة، وإذا ما كناش إحنا نعرف أن هذه كارثة تهدد، آه هتقولي بقى هنزايد ونقول لا ما احنا احنا العدد ونعمل بس احنا طب هتعمل ايه؟ هاتي لي يا ست النايب نائب وزير الصحه وليه لي هتصرف ازاي وتحللي مشكله المدارس ازاي وهتبني مدارس ازاي وهتوفري لبن ده انتوا في الوزاره وزاره الصحه اتوكست وما عرفش توفر لبن لولا الجيش تدخل في الموضوع. انت بزايده على مين يا دكتوره؟ يعني هو, اي حاجه بس بتتك... بتتقال وبنقول انا ارفض ترفضي ايه؟ انت تسكتي ده انتوا مش عارفين تحلوا مشكله اللبن بتاع الزياده لما يبقى انا مش عندي مشاكل فوق طاقتنا تبقى دي كارثه ما هي الكوارث ايه ان تحصل حاجه غير طبيعيه او طبيعيه فوق طاقتنا احنا كبشر في مقاومتها او تصدي لها تبقى كارثه احنا النهارده هذا الموضوع فوق طاقتنا قاعدين بنتكلم والنبي النبي الدكتور عايز اقول له والنبي خليك في حالك وخ... بس وزعوا اللبن بتاع الاطفال كويس وعشان ما تدخلوناش في مشاكل ربنا يخليكم ها وحلوا المشاكل بتاعه التامين الصحي اللي تبعكم انتوا عارفين تعملوا فيها حاجه والناس والعلاج والنبي ربنا يخليكم بدل ما نتكلم في ده انما لما نقول الزياده السكانيه اه أنا البشر يبقى كويس لو انا عندي امكانيات ولو الزياده دي في حدود المع... في حدود امكانياتي انما لما يبقى عندي زياده بتلتهم اي شيء ده احنا الرئيس لسه بيتكلم في الخطاب مجرد ان زادت المرتبات شويه والدخول والكلام ده حصل ضغط في السوق مش عارفين مش عارفين نلاقي سلعه نعمل بقى فبقى حصل نضره في كل السلع فزادت الاسعار النهارده الحقيقه يوم, يوم, يوم مبشر ويدي امل كويس جدا اهم ما فيه بس عايز ارجع تاني وانبه عشان خاطر احنا بننسى دايما بننسى عايز انبه ان 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 فكره ان العداله الاجتماعيه لاول مره في تاريخ مصر المحروسه تتحول من شعار يرفعه من يعارض ويرفعه اللي بيتكلموا كلام واللي هم جنرالات الكلام وجنرالات المقاهي بيرفعوا شعار بس قاعدين بيتكلموا على قهوه ولا يملكوا ان ينفذ اي حاجه لاول مره العداله الاجتماعيه اتنفذت نفذت في الاسمرات في 30 يوليو 2016 وده كان ودي بدايه الامل الحقيقي وبدايه ترجمه العداله الاجتماعيه على الارض كان المشروع الاسمرات ده 11000 وحده سكنيه في المرحله الاولى والثانيه المرحله الثالثه المرحلة الأولى كانت على 65 فدان وكان فيها 6258 وحدة بتكلفة 850 مليون جنيه، المرحلة الثانية كانت 4722 وحدة وصندوق تحيا مصر تحمل تكاليفها كلها بحوالي 700 مليون جنيه المشروع فيه مدارس وفيه وفيه ده الاسمرات النهارده الدولة فاجئتنا والرئيس السيسي فاجئنا لان هو الحقيقة هو الذي يتبنى هذا الموضوع والرئيس السيسي طبعا بالذكاء اللي عنده الذكاء الفطري لأنه هو لاحظ ان كلمة العدالة الاجتماعية دي كانت دي دي اللي بنى اللي, اللي في بق الثوار بق البرادعي والاستاذ حمدي الصباحي وكل من يتكلم العدالة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية طب العداله الاجتماعيه اتعملت على الارض وتطبيقاتها على الارض هي العمارات اللي قدامكم دي واللي مش شايفها يبقى دي مشكلته الحقيقه يبقى هو لازم اه دي عنده مشكله طيب عايز بس اروح النهارده في الواتساب عندي حاجه واحده عايز اشوفها الاستاذه منى احمد بعت لي رساله الحياه تفرح الرساله بتقول لي فيها اللي جاي من الاستاذه منى احمد بتقول لي الاستاذه فتحيه عبد الرواد معلمه بمدرسه المنى الابتدائيه بإدارة جنوب الجيزه بتقولي ان الاستاذه فتحيه نموذج ايجابي للمعلمين عملت ايه بقى راحت زينت احد الفصول ووضعت فيه بالونات علي ديسكات الطلاب واحتفلت المعلمه بالطلاب مع بدايه العام الدراسي الجديد على غرار السعادات اليابانيه لاستقبال طلاب المدارس وبتقول لي الاستاذه منى على فكره دي مدرسه حكوميه ودي مدرسه ودي معلمه في مدرسه حكوميه وبتقول ان على فكره برضو ان الفصول ده احنا دي, المدرسه دي خلي الصوره دي يعني دي فكره المعلمة لما تفكت العام الدراسي وتحط بالونه على كل ديسك والفصل فيه 80 واحد وكثافه احنا نقدر نقدر نصلح واقعنا نقدر نغير حاجات كتيره جدا نقدر لان المساله تبدا مننا وتنتهي مننا هو سيبقى الانسان هو سيد المواقف كلها في الاصلاح او في الافساد هو الانسان انا انا الحقيقه عايز احيي بس الاستاذه فتحيه عبد الجواد حاولنا نجيب نمره تليفون عشان نكلمها ما عرفناش انما هنلاقيها اكيد ان شاء الله حاولنا ان انما بشكر وبشكر مدرسه المنى الابتدائيه واشكر اداره الجنوب الجيزه التعليميه اللي فيها هذا الكلام وعايز اقول ان احنا نقدر نعمل هذا النمو ومحطوط باسكت في كل جنب كل ديسك حتى لو حد هيقول لي ده معموله الصوره عشان يقولوا كده حتى لو معمول هذا الكلام طب ماشي انما انا عايز أقول ايه المانع ان احنا نعمل كده؟ ايه المانع ان ان احنا نعمل فصولنا كده؟ حتى لو بيتقال ايه المانع ان احنا نعمل ده؟ ما هي النظافه عدوى والعياذ بالله والقذارة عدوى واحنا اولادنا يستحقوا إننا ان احنا نعلمهم ده ونقول لهم ده ونعمل ده يلا اطلع فصل يا ولاد مش عايز تطلع فصل خليك